لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية، ولكن نبدأ من أهم العناوين. في الهيئنة، ميليشيات مسلحة تختطف 5 أشخاص شمالية تكريت. في صحيفة المدى، أطباء بلا حدود 4 مستشفيات من أصل 13 تعمل في الموصل. في موقع كتابات العبادي يعلن إجراءات لاحتواء احتجاجات دامية تعم جنوب العراق. في موقع الجزيرة نت، بعد ساعات من التهدئة الاحتلال يخرقها ويقصف غزة. في العربي الجديد، العراق تعزيزات ب30,000 جندي إلى الجنوب وإيقاف فيسبوك وتويتر. صحيفة القدس العربي، إجراءات حكومية لاحتواء الاحتجاجات في جنوب العراق وحظر تجول ليلي في البصرة. وفي صحيفة الحياة، ماي تحذر من احتمال ألا يكون هناك بريكست على الإطلاق. السلام عليكم. يبدو تخبط المسؤولين والزعماء السياسيين في بغداد واضحا إزاء التعامل مع الاحتجاجات في الجنوب العراقي، ففي الوقت الذي أعلن فيه المالكي تضامنه وتأييده للاحتجاجات ومطالب السكان في الجنوب، وتبعه العامري وقيس الخزعلي وقيادات حزبية أخرى مثل عمار الحكيم ورجل الدين محمد اليعقوبي، كانت النيران تلتهم مقراتهم في النجف والبصرة وواسط وبلدات أخرى في الجنوب، بحسب تقرير لصحيفة العربي الجديد التي أضافت أن الاحتجاج الحالي، وإن كان غطاؤه الخدمات والفساد والبطالة والفقر، لكنه لا يخلو من الطابع السياسي، وهو ما عكسته الشعارات الحالية. تتركز التظاهرات في البصرة وواسط وميسان والنجف وبلدتين في كربلاء، وكذلك ذقار والقادسية وبلدات صغيرة في بابل مجاورة لكربلاء، وتغلب عليها العشوائية في اختيار الأماكن التي تتفجر فيها، بين مقار حكومية ومكاتب أحزاب على وجه التحديد، وسط حالة رضا نسبية على رد فعل الجيش والشرطة العراقية وأفرادها من سكان تلك المناطق نفسها تجاه المتظاهرين. فرغم سقوط ما لا يقل عن 60 جريحا و3 قتلى في مدن عدة من الجنوب، إلا أن متظاهرين أكدوا للعرب الجديد أنها نيران حراس مقار الأحزاب والمباني الحكومية، وهم في العادة من المحسوبين أيضا على الأحزاب والكتل السياسية في العراق، ويعمد المتظاهرون في احتجاجاتهم إلى إحراق الإطارات وتكديس الحجارة وقطع الطرق ونصب الخيام وسطها. وخلت التظاهرات من أي شعارات طائفية أو دينية، كما أنها شهدت ترديد شعارات مناوئة لإيران، بحسب مقاطع فيديو نشرها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي. ويلاحظ أن التظاهرات تتفاوت بين مدينة وأخرى من حيث الشعارات والهتافات المرفوعة، لكنها جميعها تركز على الفشل الحكومي والفساد. الحراك الحالي إذا بقي عفوياً سينجح، ويجب ألا يدخله محبو الظهور والبروز واستغلال الفرص، فهم من سيفقد فاعلية الاحتجاجات التي هي في النهاية لا تستهدف إسقاط نظام حكم بقدر ما تريد تصحيح وضع مزر يعيشه الناس منذ 15 عاماً. كأن غضب شعب مبتل كشعب العراق مشهد مفاجئ خارج عن السياق وعن المتوقع وعن الطبيعة الإنسانية، وغير قابل للتحليل، وكل التحذيرات من نتائج الفشل السياسي والاقتصادي والأمني كأنها واهمة، وماكينات الفساد العملاقة كأنها كانت لسنوات تحفر في جسد ميت وليس في ضمير شعب تاريخي حي وجسده.
مشرق عباس يكتب في الحياة اللندنية عن الغضب الشعبي في العراق. أن ينتقل الغضب التموزي من البصرة إلى النجف وبغداد والموصل ليس مفاجأة أيضاً، فيد السارق التي امتدت لقوة الشعب في العراق واحدة، وواقع العجز والفشل وتردي الخدمات وضعف القرار السياسي يكوي الفقير والمعوز والمفلس الذي يمثل غالبية الشعب، من دون أن يطاول المسؤول الحزبي والإداري المرتشي وشيخ العشيرة المزايد ورجل الدين المرابي والتاجر السياسي والمثقف الفاسد. أن يسجل العراق بنهريه وأرضه الخصبة وبحر النفط الذي ينام عليه ثورة جياع، فذلك خبر ليس مفاجئاً أيضاً، وإذا لم نسمع به اليوم قد يصبح واقعاً غداً في ضوء استمرار آليات الدولة العاجزة عن كسر دائرة الفشل المغلقة. يعتقد قادة الأحزاب الذين مرروا انتخابات طعن في شرعيتها منذ لحظة المقاطعة الشاملة لها أن في إمكانهم عبر جلسات السمر الليلية إهمال إرادة الشعب بكسر المحاصصة الحزبية والإبقاء على مهزلة قسمة الغرماء لمؤسسات الدولة في حكومة 2018، ومع كم من النصائح التي قدمت لهم كانت النظرية الوحيدة المتاحة للتطبيق هي تلك التي اقترحها قاسم سليماني. اترك من يدك الورقة التي كتبت لشيطنة متظاهرين ضاق وطنهم بهم وازدحمت جدران منازلهم بصور ضحاياهم، وصارح شعبك الغاضب بالحقيقة كن جديرا به وفيا لغضبه، فاليوم يمكن تجاوز تموز وتأجيل حتمياته، لكن لن يكون في إمكان أحد إيقاف المحتوم غدا. على كل عراقي غيور أن يقف مع شعبه ووطنه في هذه الظروف الحساسة والعصيبة والحاسمة، كونكم لا تقاتلون أو تثورون ضد حفنة من اللصوص والسراق والمزورين فقط، بل إنكم تتحدون بانتفاضتكم المباركة هذه أعتى وأشرس قوة إمبريالية غاشمة عرفها التاريخ المعاصر، ألا وهي الولايات المتحدة الأمريكية الشريرة وحلفاؤها الغربيون والشرقيون وبعض قادة وزعماء الدول العربية للأسف، الذين أيدوا وتواطؤوا معها ومع عملائها وأدواتها وشياطينها قبل عام النكبة الكبرى 2003. جبار الياسري يكتب عن سبل نجاح الثورة في العراق في موقع كتابات. نعم سيدتهم ومن أتت بهم خلف غبار دباباتها الغازية وسلمتهم العراق كحراس ونواطير لرعاية نفوذها ومصالحها، أي أمريكا تراقب الوضع عن كثب في جميع أنحاء العراق، ففي حال تراجعكم أو تقاعسكم أو تخاذلتم لا قدر الله فإنها ستدعمهم بكل أسباب القوة لقمعكم، كما فعلها نور المالكي من ذي قبل فيما سمي حينها بصولة الفرس. أما في حال تيقنت الإدارة الأمريكية وحلفاؤها الغربيون والشرقيون والعرب المستعربون بأنكم جادون ومصممون على إزاحتهم بكل الطرق والوسائل المتاحة لديكم، فإنها ستقف معكم وتقبل بشروطكم الوطنية العادلة والمشروعة والمؤيدة والمدعومة من هيئة الأمم المتحدة وجميع منظمات حقوق الإنسان في العالم، وبمجرد اتصال هاتفي من السفير الأمريكي لهذه العصابة فإنهم سيهربون وسيولون الدبر كما جاءوا، وسيسلمونكم زمام الأمور بدون أي مقاومة بشرط أن تكون لكم، أي لهذه الانتفاضة الوطنية المباركة قيادة وطنية حكيمة تعرف كيف تتفاوض مع المحتل الأمريكي بقوة وبإرادة الشعب العراقي الثائر والمنتفض الذي لا ولم ولن يساوم على استقلال ووحدة العراق وعلى حرية وكرامة أبناء شعبه الأبي. ويضيف الكاتب من أول أولويات والخطوات التي يجب أن تقوموا بها وتتخذوها على الفور هو إعلان تجمع واعتصام مليوني مفتوح أمام وحول محيط سفارة العدو الأمريكي المحتل الذي يعتبر أس البلاء وأحد أهم وأبرز أسباب الخراب والدمار في العراق خاصة والشرق الأوسط عامة.
مقاعد إيرانية وأمريكية تحت قبة برلمان العراق تحت هذا العنوان، كتب حامد الجيلاني في صحيفة العرب اللندنية مضيفا أن مهزلة النظام السياسي في العراق بعد الاحتلال يمكن قراءتها بعد أكثر من 15 سنة في ضوء التجاذبات الأمريكية الإيرانية، فالديمقراطية الأمريكية في العراق ينبغي لها أن تكون ديمقراطية بمواصفات نظام الملالي وقادة الحرس الثوري. مهزلة النظام السياسي في العراق بعد الاحتلال يمكن قراءتها بعد أكثر من 15 سنة في ضوء التجاذبات الأمريكية الإيرانية، فالديمقراطية الأمريكية في العراق ينبغي لها أن تكون ديمقراطية بمواصفات نظام الملالي وقادة الحرس الثوري. لذلك كانت الديمقراطية في إيران ضمن بعض محاججات النظام على انتفاضة رغيف الخبز والجوع والعطش والكرامة للشعوب الإيرانية. العنف الذي شهده العراق بمباركة المحصصة الطائفية في السلطة والسياسة، وإن كان بإرادة أمريكية لمرجعية معارضة إيرانية، إلا أنه بالمحصلة كان صراعاً للاستحواذ على مصير العراق بالكامل، لذا إسقاط العملية السياسية للمحتل الأمريكي بإرادة المحتل الإيراني، تنازعته أشكال المقاومة وإثارة الفتن المذهبية والعرقية والتنافس على مقاعد أمريكية وإيرانية داخل قبة برلمان العراق، بما أوصلنا بنهاية الأمر إلى انتصار ميليشياوي إيراني في الانتخابات الحالية يتماشى مع واقع العلاقة وتصاعد آثار العقوبات على نظام الملالي من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ويضيف الكاتب: المعايير المزدوجة غادرت مغزى وصلاحيات المصطلح، فمن يصف حالة النظام الإيراني عليه أن يضيف لفكرة الازدواجية ما يضاعفها عدة مرات لإيصال حقيقة أوجه السياسات الإيرانية وتخبطها في الداخل الإيراني أو الإقليمي أو الدولي، والتي يصبح معها الحديث عن قلق أوروبي من تدخلات إيرانية في شؤون الداخلية للدول الأخرى ضربا من اختلال العقل الجمعي لدبلوماسية تصريف العلاقات بأقل الخسائر بين الدول. هل ستخرج تركيا من الناتو؟ سؤال طرحه الكاتب علي حسين باكير في موقع عربي 21. فهناك حقيقة راسخة في كم التناقضات التي تحكم العلاقات بين تركيا وعدد من حلفائها الغربيين في الحلف، وهي أنه لا يمكن لأنقرة التخلي عن الناتو، والعكس صحيح أيضا. خلال القمة الأخيرة كان لافتا أن يولي الحلف اهتماما خاصا للمخاوف التركية، وهو ما بدا واضحا من خلال المادة 23 في إعلان الحلف الصادر في 11 من يوليو. أشارت هذه المادة إلى أن تدابير الثقة التي يخصصها الحلف لتركيا في الاستجابة للتحديات الأمنية المتزايدة القادمة من الجنوب تساهم في أمن مجمل التحالف، وسيتم تنفيذها بالكامل، عدا عن كون هذا الكلام اعتراف صريح بشرعية المخاوف التركية المتأتية من انهيار الوضع الداخلي في سوريا والعراق وانعكاساته السلبية المتزايدة على أمنها القومي نتيجة تزايد الإرهاب واللاجئين، فإنه يعد اعتراف بأهمية الدور التركي في دفع التحديات غير التقليدية المتزايدة على دول الحلف، وتاليا بأهمية التدابير التي يتخذها الحلف لحماية تركيا. وبالرغم من المؤشرات الإيجابية المتزايدة، لا يزال الخلاف القائم بين دول الحلف ولا سيما بين أنقرة وواشنطن من جهة وواشنطن وألمانيا يلقي بظلاله على هذه الشراكة، ويثير الشكوك حول مدى قدرة الحلف على مواجهة المخاطر غير التقليدية المتزايدة مؤخرا لا سيما من قبل روسيا. ويختم الكاتب بالقول: العلاقة مع روسيا ستشكل من دون شك تحدياً جديداً لأنقرة أمام حلفائها الغربيين في المرحلة المقبلة، وسيكون من المثير معرفة الكيفية التي ستتمكن من خلالها من موازنة مصالحها وأولوياتها. بريطانيا بعد بريكست بدون بوصلة استراتيجية ويتيمة الانتماء، هكذا يرى الكاتب حسين مجدوبي في صحيفة القدس العربي، حيث يتساءل:
هل تمتلك لندن بوصلة استراتيجية لتحديد مستقبلها بعد بريكست؟ أم أنها فقدت الرؤية الواضحة لصالح الغموض، ما يجعل التردد والعشوائية يطبع قراراتها في هذا الشأن، خاصة بعد وصول دونالد ترامب إلى رئاسة الولايات المتحدة؟ ورغم متانة العلاقات التاريخية بين لندن وواشنطن، لن تجد بريطانيا تعويضاً في الولايات المتحدة للعلاقات التي ستفقدها مع أوروبا بسبب بريكسيت. ويعود هذا إلى التوجه الآخذ في التبلور وسط الإدارة الأمريكية الرامي إلى الانكماش على الذات الأمريكية في الصناعة والتجارة والقضايا الدولية الكبرى، وهو ما تترجمه قرارات الرئيس الحالي دونالد ترامب من خلال الضغط على الدول الأوروبية في الحلف الأطلسي لكي ترفع من الإنفاق العسكري لتتولى مستقبلاً الدفاع عن نفسها. وهي المواقف التي أعرب عنها في قمة هذا التكتل العسكري يومي الأربعاء والخميس من الأسبوع الجاري. كما يترجم ترامب سياسته عبر الرفع من الضرائب على الواردات بما فيها البريطانية. لقد بررت بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي برغبة جزء هام من الشعب البريطاني التحرر من القيود البيروقراطية للمفوضية الأوروبية التي تكبل الاقتصاد البريطاني، علاوة على عدم تحمل مجيء الأوروبيين للعيش في هذا البلد. وهذه المعطيات صحيحة للغاية، لكن من ضمن الأهداف غير المعلنة وقتها هو رغبة بريطانيا إعادة موضعها في الخريطة العالمية من خلال تزعم مستعمراتها السابقة سياسيا واقتصاديا للتحول إلى قطب عالمي. تاريخيا يشهد لبريطانيا أنها الدولة التي نجحت في رسم جزء مهم من معالم الخريطة السياسية العالمية بحكم طبيعتها في الماضي كقوة استعمارية، لكن لم تكن تغيب عنها الشمس، وبالتالي قامت بتقسيم العالم ومنح الاستقلال وفق أهوائها ومصالحها في الوقت ذاته. تميزت معاهد الدراسات الاستراتيجية والاستخبارات بصلابة تحاليلها في العلاقات الدولية، وهو ما ينعكس إيجاباً على القرارات الاستراتيجية للحكومات المتعاقبة في لندن. لكن كل هذه التجربة لم تنفع الآن في تحديد الرؤية المستقبلية بعد بريكست الذي يجب أن يطبق عملياً في 29 من آذار مارس عام 2019، ويعني الطلاق بين الطرفين وفق المادة 50 من قوانين الاتحاد الأوروبي. تمكنت شركة روسية من ابتكار عدسات لاصقة ذكية لتنضم إلى عائلة التكنولوجيا القابلة للارتداء، والتي يتوقع أن تغير حياة الإنسان تماماً خلال السنوات القليلة المقبلة. وبحسب المعلومات التي كشفتها شركة شوابي الروسية، فإن الخبراء من العاملين لديها تمكنوا من اختراع عدسة لاصقة توضع داخل العين وتتلقى الأوامر من الدماغ مباشرة. أما وظيفتها فهي مشابهة تماماً للمنظار التقليدي الذي يقوم بتقريب الأجسام البعيدة ويحسن الرؤية، ويمكن استخدامه في الرحلات أو في الأماكن الحساسة أو عند الحاجة لذلك. ونقلت وكالة نوفوستي الروسية عن نائب مدير عام الشركة سيرغي بوبوف قوله: نحاول جعل العدسات اللاصقة العادية التي تستخدم اليوم بديلاً لنظارات تعمل كمنظار ذكي يتغير فيه البعد البؤري. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم.
نلقاكم بإذن الله.